الو فنان احمد عز، مساء الخير. معاك الدكتور ربيع من منظمي ام اي اف اف اللي هي مهرجان المزاريطة انترناشنال فيلم فيستيفال. سيادتك معزوم على اقامه شامله للمهرجان. لا انتقالات يا فندم، هي عمره. اكل؟ لا في اكل. في وجبه عباره عن قطعتين كفته وقطعتين شيش طاووق. لا هما بس كده فندم. زود له جوافايه ورغيف فينو. بس الجوافايه ايه؟ هو كريم عبد العزيز؟ ايوه معاك. لا ليه كده؟ استاذ احمد حضرتك ليه الشتيمه يا فندم؟ طب انا عاوز انبه حضرتك بس ان المكالمه دي قد تكون مسجله. ايوه. و ليه الام؟ لا وليه الاب برضه الاثنين؟ على المهم متشكر يا فندم، مع السلامه. قال لك ايه؟ قال لي اقفل يا حيوان. لو كنت زودت له جوافايه ما كانش قال لك كده. ما اقدرش اعمل كده، ليا اخر انا. المهم انت عملت ايه في صباح الخشاب؟ كلمتها ورفضت، مع اني قلت لها ان الاقامه هتبقى شامله تنعى الترعه وماسك خيار وبصل اخضر. ورفضت؟ شلشلت لي وقالت لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخبار النجوم ايه؟ كلمت شيرين رضا؟ استنى بس، شيرين رضا ايه؟ خلينا نشوف دلوقتي الصومال الخشابه عملت ايه مع الهانم. كملي يا بنتي. لا اتكسف اقول قدام الكبير. اوه وتقولي قدام ربيع عادي؟ مش مهم الكلام ده دلوك يا كبير، المهم ان النجوم ما حدش فيهم راضي ياجي، المهرجان هيبوظ. لا لا ان شاء الله خير. كلمت شيرين رضا؟ لا اله الا يا سيدي، ابوس ايدك. كلمناها لقينا المحمول مكفول. واهدى شوي. لا 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 انا تمام يعني، ما كلموها على الارضي وابعتوا لها ايميل. نبعت لها ايميل على الارضي؟ ما شاء الله اذكى اخواتك. طيب بعتوا لها فاكس او غفير في تاكس ويضرب لها كلاكس مثلا. حلوة يا سيدي، عينينا الاثنين حاضر، خلينا في اللي احنا فيه. ما فيش فنان معبرنا الا احمد داوود وعرى رشدي، وما فيهوش يجوا الا ما اقنعتهم ان انا هزود لهم كفته. كفته ايه دي؟ كفته داوود. واه وعلا مش هتاكل؟ ولا فيجيتيريان. لا ما شوف، احنا نعمل اللي علينا، نكلم كل الفنانين وربنا يكرم. يعني مديرة اعمالها في المهندسين ساكنه صح؟ هي مين دي؟ شيرين رضا. شيرين رضا يا اخي ارحمنا. حاضر. الله استغفر الله العظيم يا اخي، في ايه؟ عصبي قوي.